أثر تفشي وباء كورونا فيروس كوفيد 19 على كافة المناحي الحياة، وشلت جميع الأنشطة الرياضية والنشاطات ذات الدخل المادي، ونما عن ذلك توقف الملاعب والأنشطة والبطولات الدولية والإقليمية والمحلية باستثناء دولة بوروندي. وعلى الرغم من توقف كافة الأنشطة الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أن بعض الرياضيين يمارسون نشاطهم وتدريبهم بطرق فردية، ذلك حسب رواتب توظيفهم. وبعد تعليق النشاط الرياضي سيأتي يوما تصفو فيه الأجواء وتنقش فيه غيوم الوباء وتطلق الفيدراليات الدولية مهامها. وعليه فإن رئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو لاحظ صعوبة الموقف وقدم مبلغا ماليا قدره 150 مليون دولار أمريكي يوزع إلى 211 فيدرالية على مستوى العالم، ومنها الفيدرالية التشادية لكرة القدم، حيث لقي هذه المبادرة المالية ترحيبا من قبل رئيس الفيدرالية التشادية مختار محمود حامد، والذي أفاد بأن الدعم المالي المقدم من الفيدرالية الدولية سيدفع بالفيدراليات والأندية الرياضية على التهيئ والاستعداد لمزاولة المناشط الرياضية في قادم الأيام. كما أن الفيدرالية التشادية لكرة القدم تعمل بحرص على تجهيز الأندية التي تأثرت بفعل إيقاف المناشط ذات الدخل المحدود. وأضاف رئيس الفيدرالية التشادية مختار محمود حامد بأن الدعم المادي الممنوح من الفيدرالية الدولية لكرة القدم يدفع بالرياضيين والأندية والمدربين على التهيئ والتجهيز للمرحلة القادمة والتفكير في ممارسة النشاط الرياضي بعد الأزمة الصحية وبدء نشاطات الملاعب والرياضة المحلية والدولية.